كنت كلما أزور منتجع سيدي بوزيد أتساءل عن أي دور تقوم به النافورة التي تم تشييدها بملتقى المسيرة الخضراء واتسيد سنة 2015. كان الجواب على تساؤلي لا دور لها، لأنها لم تشغل إلا لبضعة أسابيع، مع العلم أنه قد رصد لها أموالا طائلة من أجل إحداثها، بإضافة نوع من الجمالية بالمكان، خصوصا أن موقعها يربط بين مختلف الاتجاهات بسيدي بوزيد. إن نافورة سيدي بوزيد تحتاج إلى صيانة دورية ومستمرة لكي تقوم بدورها في استقبال زوار هذا المنتجع بشكل يليق بهم. وقد لوحظ مؤخرا الشروع في أشغال ترميم الرصيف الدائري للنافورة كما يبدو في الصورة، ولكن توقفت الأشغال لأسباب مجهولة. فهل تتدارك الجماعة الأمر وتقوم بالأشغال اللازمة لإعادة النافورة للخدمة من جديد؟ وشكرا لكم على المشاهدة.